7 صباحا بتوقيت بيروت، اهلا بكم الى الصباحيه من المستقبل. وفيها هناك معطل اساسي في لبنان وهو حزب الله. الحريري في بيروت بعد ان بحث الملف الرئاسي مع لافروف الذي ايد جهوده للتغلب على الازمه في لبنان. ونحن براينا انه مش وارد التفاوض على اي سله. حركة سياسية لافتة في الكركي، الراعي يلتقي جعجع وبسيل وشهيب والخازن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. محرقة حلب مستمرة وتنديد عربي ودولي بالهمجية الروسية في المدينة. صباح الخير. عاد الرئيس سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت بعد جملة مواقف واضحة وشفافة اتخذها من موسكو، وضع فيها الإصبع على حقائق ومسببات الجرح الرئاسي اللبناني والنسف الدموي السوري. فحمل خلال لقائه وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وحزب الله أو حزب الله مسؤولية التعطيل الأساسية للانتخابات الرئاسية، ونظام الأسد مسؤولية تهجير الشعب السوري من بلاده. من موسكو أعلن الرئيس سعد الحريري أن حزب الله معطل أساسي لمبادرات إنهاء الشغور الرئاسي. كلام الرئيس الحريري جاء خلال اللقاء الذي جمعه إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، حيث جرى عرض للتطورات في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالوضع في سوريا وانعكاسها على لبنان والدور الروسي. استقبالي دائما في موسكو، نحن نعتبر انه في دور ممكن تلعبوه خاصة في مساعدة لبنان بالأزمة السياسية اللي عم نواجهها. كما تعلمون مع الوزير نحن قدمنا بعدة مبادرات لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، ولكن حتى الآن هناك معطل أساسي في لبنان وهو حزب الله. ما في شك أنه الأزمة في سوريا تشكل بالنسبة لنا وزن ثقيل على لبنان، وهناك تحديات كبيرة بالنسبة لنا في لبنان، وخاصة أنه صار في أكثر من 1,200,000 لاجئ سوري في لبنان. الحريري الذي دعا إلى وجوب إنهاء الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن من خلال حل سياسي عادل للشعب السوري قال: أنا لبناني معتدل مسلم سني ضد أي نوع من الإرهاب، داعش ولا النصرة ولا كل هؤلاء لا يمثلون أي نوع من الإسلام الذي نحن أو يدعون أن هذا هو الإسلام ضد داعش ولا أي والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية. الشعوب العربية في المنطقة تنظر إلى روسيا خاصة في هذه المرحلة أن تلاقي الحل بشكل عادل للشعب السوري. إنما يحصل أيضا في حلب للشعب السوري، للمواطن السوري، للأطفال السوريين، هو يعني مشكلة كبيرة برأيكم وبرأي كل العالم. فنحن بنشوف انه دوركم السياسي وكمان ايضا اللي عم تقوموا معه مع الولايات المتحدة والدول في المنطقة هو أساسي ويجب أن يستكمل لإنهاء هذه الأزمة. لافروف الذي بدأ حديثه بتثمين الدور الذي يلعبه الرئيس سعد الحريري في لبنان معبرا عن تأييده لجهوده من أجل التغلب على الأزمة السياسية، عقب على ما قاله الرئيس الحريري حول الوضع في الداخل اللبناني وعن سوريا. ففيما خص لبنان لفت لافروف إلى أن على الشعب بجميع مكوناته الاتفاق، وقال إن هذه هي المبادئ التي تأسست عليها الدولة اللبنانية. وأما ما يحصل في سوريا فلفت لافروف إلى أنه ليس على العالم والدول العربية النظر فقط إلى روسيا، وإنما إلى غيرنا ممن لا يريدون ولا يفعلون شيئا لفصل الإرهابيين من المعارضة المعتدلة. وعلى العرب، أضاف لافروف، أن ينظروا إلى الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان الشرق الأوسط الرائدة. بعد ذلك أقام وزير الخارجية الروسي مأدبة غداء على شرف الرئيس الحريري استكملت خلالها مواضيع البحث، حضرها عن الجانب
الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وعن الجانب اللبناني النائبان السابقان غطاس خوري وباسم السبع والسيد نادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. خارجيا أيضا، حضر الملف اللبناني في المباحثات التي أجرتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سكريت كاك في إيران. وفي بيان رسمي صادر عن مكتبها في بيروت، تم الإعلان أن كاج اختتمت زيارتها إلى إيران بعدما أجرت مباحثات تمحورت حول بيان رئيس مجلس الأمن ودعوته جميع الأطراف إلى المشاركة في التفاوض على اتفاق توفيقي من أجل إنهاء الأزمة السياسية والمؤسساتية في لبنان، وعلى الأهمية الحاسمة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب برلمان بحلول أيار 2017. وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في حديث لمحطة الأو تي في، اعتبر أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منفصلة عن السلة التي يتكلمون عنها والتي تحمل كل المشاكل الخلافية في لبنان والعالقة منذ زمن. وأضاف عون: تفهمنا مع الرئيس سعد الحريري على كافة المواضيع وتفهمنا هواجس تيار المستقبل، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون الرئيس الحريري موجودا على رأس الحكومة المقبلة لأنه الأكثر تمثيلا في الطائفة السنية. كما أعلن عون أن تحرك التيار الوطني الحر التصعيدي الذي كان قد هدد به قد ألغيه. لك دلت الرئيس حريري اتمنى علينا أنه نخفف التوتر بهالمواضيع هيدي، وبناء على الرغم نحن راح هل قدست العلاقة متطولة انه بيمون عليكم بشغلة مثل هاي؟ لا والله، نحن ماشيين بمسار وحبين انه هالمسار يوصل وهيدي رغبة مشتركة، والرغبة المشتركة طبعا بدنا نخفف التوتر فيها لان التوتر ما بيلحقنا لإلنا. بس لو كنا متفاهمين بنحمل اي توتر، ولكن بيلحق الاخرين، نحن ما نطمن الاخرين. فاذا راح المحاوله هالحشد اللي عم نعمله سيكون هو للاحتفال بذكرى 13 تشرين. تتجه الانظار الى بكرك اليوم لرصد المواقف الرئاسيه التي سيضمنها المطارنه الموارنه بيانهم الشهري غدات زيارات متقاطعه عج بها الصرح بالأمس، وشملت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي عبر عن رفض تكبيل الانتخابات الرئاسية بشرط الاتفاق المسبق على السلة التي يطرحها الرئيس تبيه بري. حركة سياسية ناشطة شهدها الصرح البطريركي دون أي إعلان مسبق. وصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيث التقى البطريرك ماربشارة بطرس الراعي بعدما عقد خلوة جانبية سريعة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي كان بدوره قد التقى الراعي موفدا من رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشيل عون. واحتل الموضوع الرئاسي والسجال حول السلة الحيز الأكبر من الاجتماعات التي شهدتها بكركي. موضوع السلة موضوع بالنسبة لنا مش وارد على الإطلاق بما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية. يعني مش كل ما كان عنا انتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات رئاسة مجلس نواب أو تسمية رئيس حكومة بدنا نرجع نطرح المواضيع كلها سوا ونحملها على ظهر رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو المرشح لرئاسة الجمهورية. العماد عون مش عم بفوض على سلة، وحسب معلوماتي ما راح يفوض على سلة، ونحن برأينا انه مش وارد التفاوض على اي سلة. بين اللاعبين السياسيين في احد اللاعبين عنده بوكر فيس وقاعد ناطر لحد هلا وبيقول شيء وبيعمل شيء تاني ما بتعرفه. حزب الله، هل تقصد حزب الله؟ والله انا بتركها لمخيلتي، بقى قاعد بيقول شيء وبس ما بيعمل شيء بالاتجاه اللي بيقوله. أنا لقي مخيلتي واسعة كتير، شو بدك فيها؟ تصفي القضية فيها ممر إلزامي وفيها خارطة طريق وفي أي أمر بده يكون شرطي لانتخاب الرئيس، هيدا الشيء بعتقد يلي طلع صوت بكركة باتجاهه ونحن بنتفهمه. وبتبسيط للموضوع، أي أمر نتفق عليه اليوم نحن ما عنا أي مشكل فيه، اليوم منقره إن شاء الله قانون اللامركزية الإدارية، إنما ماشي هو بيكون شرطي وملزم لانتخاب الرئيس. الرئيس بري لما صرح لما طلع بموقفه سيدنا البطرك ما اعتبر الكلام موجه له،
بعدين في احد رجال اكليروس بسمي الرئيس بري اسميا، هون اعتبر حاله رئيس بري انه منزعج. وكانت بكركي قد شهدت أيضا اجتماعا ثلاثيا بين البطريرك الراعي وباسيل ووزير الزراعة أكرم شهيب خصص لمناقشة أزمة التفاح. وأعلن شهيب بعد الاجتماع أنه تم التوافق على دعم تصدير التفاح من لبنان إلى مصر. قدمنا بالمفاوضات لأخذ 50,000 طن من تفاح لبنان، عادة هني بياخذوا بين 30,000 و 38,000 سنويا. 50,000 طن تأخذ مباشرة بدعم الدولة اللبنانية، يعني بأن تدفع الدولة موضوع النقل ومصر تتكفل بأرضية التخزين وبشراء المحصول على سعر محدد. كما تمنى وزير الزراعة أن نصل إلى نتيجة بعد الاتصالات الجارية التي تتم من أجل انتخاب رئيس، لافتا إلى أن التوافق ضروري على قانون انتخابات جديد لا يلغي أحدا ولا يضر أحدا، وأن طاولة الحوار هي مكان صالح للتوافق على كل الحلول. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يرى انتخاب الرئيس غدا أو قريبا، وأضاف أمام زواره: يقول البعض إن السلة انتهت، بالنسبة إلي هي موجودة وهم أحرار ليدلوا بما يريدون، ويبدو أن هؤلاء لا يعرفون ما تضمنته هذه السلة، إذ ليس فيها أي بد يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية أو النيل منها. وأشار بري لأنه أطلق اسم السلة على بنود طاولة الحوار وفي مقدمها انتخاب الرئيس، إضافة إلى قانون الانتخاب وهو في الأساس من مهمة مجلس النواب، واتفق على البدء أولا بانتخاب الرئيس. دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل لاستكمال مناقشة جدول الأعمال الموزع سابقا. ورجحت المعلومات أن يقاطع وزراء التيار الوطني الحر وحدهم الجلسة، في حين يتوقع أن يحضر وزراء حزب الله والمردة. أجرى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سلسلة لقاءات وزارية تناولت الوضع الحكومي والمستجدات على الساحة السياسية الداخلية، لا سيما كيفية إدارة شؤون المواطنين. وقد بحث مع وزير الاتصالات بطرس حرب في الاتصالات والمشاورات التي جرت من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل. حرب أشار إلى أن تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل لمصالح الناس وضرب حقوقهم، وقال إن البقية الباقية من الدولة هي الحكومة، وإذا كانت هذه الحكومة ستبقى يجب أن تعمل. رئيس سلام طبعا بيحب يتفادى، ونحن من رأيه نحن ما بنحب الاصطدامات، يعني هذه المعركة من أجل المعركة ما هذا بيحبها، لأنه بالوقت ذاته كمان أنه مش هذا، لا يعني أنه إذا فريق من الفرقاء قال لا يعني انتهيت القصة أنه ما بقول نعقد مجلس وزراء. عندنا بعض الوزراء مسافرين، عندنا وزراء مستقلين مثل ما بتعرفوا، وعندنا وزراء أعلنوا امتناعهم عن حضور مجلس وزراء. كل الأمور عم تدرس، يعني للبحث في إذا إمكانية نعقد مجلس وزراء لازم ينعقد، لأنه تعطيل مجلس وزراء له تعطيل لمصالح الناس. وفي نفس الإطار التقى الرئيس سلام وزير الصحة العامة وائل أبو فعور وبحث معه الأوضاع الراهنة. في النشرة بعد الفاصل: لأول مرة خارج حدودها، موسكو تنشر صواريخ جلادياتر في سوريا. أهلا بكم من جديد. تواصل القصف الروسي والسوري على أحياء عدة في مدينة حلب، من جهة ثانية أطلق الثوار معركة جديدة في الغوطة الغربية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تجدد قصف الطيران الروسي والسوري على عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا بشكل قوس، خلف نقاط تقدمت إليها كتائب الأسد مؤخرا في منطقة مستشفى الكندي ومعامل الشقيف شمال مدينة حلب. ويسعى النظام بحسب خبراء لمد الحزام الذي يحاصر به أحياء حلب الشرقية التي يسيطر عليها الثوار، ومنع تمرير أي مساعدات غذائية أو إمدادات. في وقت صدت فصائل المعارضة هجوما لقوات الأسد والميليشيات الداعمة لها على جبهة حي الشيخ سعيد جنوب مدينة حلب، سبقت تمهيد جوي وصاروخي عنيف استهدف الحي وعدة أحياء في المدينة. من جهة أخرى، أعلن الثوار من عدة فصائل عن بدء معركة جديدة في ريف دمشق الغربي تهدف لاستعادة النقاط التي سيطرت عليها قوات الأسد في محيط اللواء 75 وبلدة الدير خبية، في وقت تواصل القصف العنيف على الهامة في محاولة لإخضاعها في إطار خطة النظام للتطهير العرقي.
هذا ودارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وعناصر تنظيم داعش الإرهابي على عدة محاور في القلمون الشرقي في محاولة لتقدم التنظيم في المنطقة، تكبد خلالها العديد من القتلى والجرحى. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تعرض سفارتها في دمشق لقصف بقذائف الهاون، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات. وفي إطار التصعيد الروسي ولأول مرة خارج حدودها، نشرت موسكو نظام صواريخ جلادياتر SA-23 المضاد للصواريخ والطائرات في سوريا. وقال مسؤولون أن هذه الصواريخ وصلت إلى القواعد الروسية على الشاطئ السوري منذ أسبوع، وأن نشر نظام الصواريخ هذا يأتي لمواجهة أي هجوم محتمل من أمريكا وحلفائها. في خطوة تؤشر إلى مدى التنسيق بين ميليشيات النظام وقوات الأسايش التابعة لPYD في مدينة الحسكة، قامت الأخيرة في الأيام الماضية بتسليم غالبية المقرات التي سيطرت عليها إلى كتائب الأسد، مما يؤشر إلى أن المعارك التي دارت بينهما في شهر آب الماضي كانت مجرد مسرحية. ونشرت نسخة من الاتفاق أو نشرت من خلال الموقع بين قيادة العلاقات العامة لوحدات حماية الشعب الكردية والنظام حول تسليم مباني الكليات الجامعية إلى رئاسة جامعة الفرات. وبحسب الاتفاق ستخرج قوات الأسايش من مباني الكليات وإزالة جميع المظاهر والعناصر المسلحة والاكتفاء بالحرس المدني التابع للنظام. في اليمن تواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف الانقلابيين، حيث قتل المزيد من قيادات الحوثية قبالة الحدود مع المملكة، فيما أفرج عن رهينة فرنسية بوساطة عمانية كانت محتجزة في اليمن منذ نحو عام. وصف الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ما قامت به الميليشيات الانقلابية في منطقة برباشا بمحافظة تعز بأنه جريمة بشعة، وذلك بعد قصفهم سوقا مكتظة مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء. ورأى هادي خلال لقائه السفير البريطاني إدموند فيتون براون أن تشكيل الحوثيين ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني يعتبر تحديا مباشرا لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، رافض هذا التصرف الأحادي الجانب. من جانبه جدد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية في اليمن، مؤكدا أن استهداف المدنيين مرفوض وأن ما قام به الحوثيون وحليفهم صالح في تعز فعل مدان. ميدانيا استهدفت مقاتلات التحالف العربي موقعا في السوح بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي محسن العزي وهو أحد مساعدي عبد الخالق الحوثي، كما قصفت قاربا لتهريب السلاح للانقلابيين أمام المخا في تعز. هذا وقتل القيادي الحوثي عبد الله قايد الفديع المسمى أبو قايد داخل الأراضي اليمنية قبالة منطقة نجران السعودية في غارة لطائرات التحالف. وعاودت مقاتلات التحالف استهداف مواقع الميليشيات في صنعاء، خصوصا كلية الهندسة العسكرية ولواء الصواريخ في جبل عطان وتلال الريان المجاورة. كذلك قصفت تجمعات للميليشيات في منطقة المدفون بمديرية نهم شرق صنعاء. على صعيد آخر أفرج عن الرهينة الفرنسية التونسية الأصل نوران حواس بوساطة من السلطات العمانية، وهي موظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت محتجزة في اليمن منذ نحو عام. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. أبو فاعور تعاونية الموظفين بدأت التغطية الشاملة للأمراض المستعصية. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الصحة والأبو أبو فاعور أن تعاونية موظفي الدولة تجاوبت مع الطلب الذي كانت قد تقدمت به الوزارة والمتعلق بتطبيق التغطية الشاملة لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وذلك للمرضى المنتسبين إلى التعاونية. أبو فاعور الذي زار مقر التعاونية قال إنه على الرغم من كل النداءات التي أطلقتها الوزارة للضمان الاجتماعي إلا أنه لم يتجاوب مع طلب هذه التغطية. يعني تخيلوا المواطن اللي بيطلع أحيانا فرق الدواء عليه بموازات أو بما يساوي دخله الشهري، قداش عم نخفف عنه إضافي إلى مرضه وقداش بيهاجر والدولة توقف إلى جنبه. فهذا الأمر أمر إيجابي، بعتبر أنه نحن ندخل في نظام صحي جديد، لا بل ندخل في مفهوم اقتصادي جديد. ما بستحي أن يقول أن نحن عم نعمل الدولة اشتراكية، مش اشتراكية بالمعنى الحزبي ولا بالمعنى العصبي الضيق، بمعنى العدالة الاجتماعية، بمعنى المساواة بين المواطنين، لأنه هاي اللي لازم يصير. منا من الضمان أن يستحق أولا اسمه
الضمان، واتمنى على الضمان أن يستحق لمرة واحدة ثقة اللبنانيين. خلينا نخلص من هالدوامة، واحد بيعارض وواحد بيوافق، ومرة بنطير النصاب ومرة ما بيحضر النصاب. الضمان الاجتماعي يجب أن يقدم على هذه الخطوة، ولا حق للضمان الاجتماعي في الاستمرار بعض المسؤولين في الداخل في الاستمرار في منطق المعاناه، والموضوع منه موضوع سياسي. ساحة سمير قصير تجمع تظاهرتين، الأولى ضد المجازر بحق حلب والثانية ضد الاستمرار بانتهاك الدستور اللبناني. في ساحة سمير قصير اجتمعت منظمة الطلاب في قوى 14 من آذار بدعوة من منظمة الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي رفضا للمجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام السوري وحلفائه بحق حلب وأهلها. لافتات تساءلت ماذا أصاب حلب، وأخرى نقلت وجع أطفالها، بينما جمعت أخرى مجرمي الحروب سوية. تعلن منظمة الشباب التقدمي استنكارها وشجبها لكل الجرائم غير الإنسانية التي تحدث في سوريا بشكل عام وفي حلب بشكل خاص، وكما تحمل منظمة الشباب التقدمي حكومات العالم مسؤولية ما حصل ويحصل في حلب جراء هذه الإبادة الجماعية التي يرتكبها أكبر سفاحي هذا القرن وعلى مرأى من الجميع. هاي المدينة اللي عم تتعرض من سنين لقصف عم بطال المدنيين أكثر ما عم بطال الفصائل اللي عم تشارك بالحرب السورية. نحن جينا لنجدد مطالبتنا للعالم وللمجتمع الدولي أنه ياخد إجراءات بحق النظام السوري وكل حلفائه اللي هن عم يستهدفوا المدنيين بجرائم لا توصف. وفي الضفة المقابلة لهذه الساحة كانت تظاهرة ضد من أسموهم مرتكبي المجازر بحق الدستور اللبناني. مجموعة من الناشطين القانونيين والمثقفين ركزت في ندوتها على أن إنهاء الشغل الرئاسي يكمن فقط في إحياء الدستور، معتبرين أن السلة التي يتم طرحها مثقوبة وغير دستورية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. هناك معقب أساسي في لبنان وهو حزب الله. الحريري في بيروت بعد أن بحث الملف الرئاسي مع لافروف الذي أيد جهوده للتغلب على الأزمة في لبنان. ونحن برأينا أنه مش وارد التفاوض على أي سلة. حركة سياسية لافتة في الكركي، الراعي يلتقي جعجع وباسيل وشهيب والخازن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محرقة حلب مستمرة وتنديد عربي ودولي واسع بالهمجية الروسية في المدينة. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.